والناس بتسأل هو ايه الفرق. قبل ما نروح للفرق، طمنا على كابتن محمد عادل لغايه دلوقتي. يعني محمد عادل هو ماشي كويس، يعني هو كان في لعبه ركله جزاء، ايوه هو لم يحتسب ركله جزاء، وده مش خطا يعني، لان هنا الفار تدخل والفار هنا كان برضك ايضا حكم من الحكام العرب، لحلو بن برهام الحكم الجزائري كان على الفار. نعم، تم استدعاءه وراح للفار وشاف اللعبه وتاكد منها ورجع احتسب ركله جزاء لصالح جنوب افريقيا. تمام، طبعا ركله جزاء صحيحه والقرار صحيح، لكن بقيت المباراه هو ماشي لحد دلوقتي بالمباراه كويس، ما حدش حاسس بيها كابتن اسلام، الامور ماشيه بشكل كويس يعني الحمد لله. يعني حتى هذه اللحظه ما فيش اي مشاكل تحكيميه، وزي ما قلت لحضرتك التعاون كان موجود ما بينه وما بين حكم الفار في احتساب ركله جزاء. نتمنى له يا رب التوفيق في بقيه المباراه، مالي وجنوب افريقيا. الماتش كام يا كابتن؟ 0-0؟ صفر صفر. طيب برضو ايه الفرق؟ يعني لماذا نرى كابتن محمد عادل وكابتن امين عمر وكابتن محمود عاشور وكابتن البنا وكابتن ابو رجال وكابتن كذا، كل الكباتن الاسماء الكبيره اللي بنتكلم عنها دي، لماذا نراهم بمستوى بهذا المستوى الرائع اللي احنا كلنا بنشيد به، ثم نجد في الدوري المصري بعيدا عن مباريات الاهلي، مش هكلمك عن مباريات الاهلي والزمالك كمان، في اي مباراه اخرى بتجد ان هناك اخطاء واضحه ضده؟ كابتن اسلام، سؤال مهم جدا والكل بيسال هذا السؤال، وانا بحيي حضرتك على هذا السؤال لان الكل بيسال ومحدش عارف القصه ايه. هذه البطوله كابتن اسلام هي بوابه العبور ل 2026. اوكي، خلي بالك دي اهم نقطه، ان كله بيتنافس عشان خاطر كاس العالم اللي جاي. واللي هينجح في البطوله دي كابتن اسلام اعتقد بنسبه 70 80% هيكون موجود في كاس العالم، سواء كانوا الحكام المساعدين او حكام السفاره او حكام الفار. نعم، التنافس هنا موجود. الحاجه الثانيه المهمه جدا جدا اللي لجنه الحكام في افريقيا يعني وضعت حاجه جميله جدا جدا، هو التنافس ما بين الحكام يا كابتن. في غيره ما بين الحكام، الكل عاوز يعمل مباراه كويسه، خاصه بعد ان امين عمر نجح في المباراه الاولى. صحيح، تنافس ما بين جميع الحكام، سواء الحكام البروفيشنال اللي هم ال 20 حكم اللي تم اختيارهم من الاتحاد الافريقي بالاضافه الى حكام النخبه، فهتلاقي التنافس موجود والهدف موجود، يعني الحرص من كل حكم على ان هو يظهر بالمظهر الجيد والمظهر الكويس. دعم لجنه الحكام في افريقيا، ايوه، اعمل الصح فقط لا غير، ما يعني لا تنظر لاي شيء، وده مهم جدا جدا، هو بيحرر الحكم من اي قيود او من اي ضغوط، فالحكم بيلعب بارتياحيه، وده مهم جدا جدا لما الحكم بيلعب بارتياحيه. لا، وجيبه مليان برضو يا كابتن. نعم، جيبه مليان. ما يعني ما انا سايبك تمام، زي كل الكلام اللي حضرتك قلته ده هو الاساس، وكلام حلو جدا ورائع، ولكن في الاخر بتتكلم يا كابتن اسلام، بتتكلم في نقطه مهمه جدا جدا. ايوه كابتن، انا الحكام هنا ليها 25 30 مليون مستحقات، هناك حضرتك بتاخد بعد كل ماتش او بتاخد كل شهر لو عامل عقد. كابتن اسلام، هناك بقى حاجه جميله جدا، بتلاقي طبعا هم الفندق، وبتلاقي التدريب العملي، كل حاجة والتدريب النظري، كل حاجه موجوده للحكام بتتوفر. طبعا زي ما قلت حاجه مهمه جدا، الامكانيات الماديه موجوده، زي ما قلت كل حاجه كويسه، يعني تخلي اي حكم كابتن اسلام او اي لاعب في المكان ده لابد ان هو يؤدي بهذا الشكل الجميل. والمباريات يا كابتن ناصر برضك كابتن اسلام، المباريات كمان على اعلى مستوى. صحيح، فبتخلي الحكم بمركز 90 او 95 دقيقه يا كابتن ناصر برضك. كابتن ماهر بيتكلم زي ما قلت حضرتك، عوامل كثيره جدا تخلي اي حكم ينجح في هذه البطوله. اولا كمان خلينا نتكلم يا كابتن اسلام، ناحيه مهمه جدا وانت بتلعب قدام الجمهور، خلي بالك في حكام كتير جدا جدا لما يبقى في جمهور، ايوه بيأدوا اداء كويس قوي قوي، والجمهور هنا ليه دور كبير جدا.